فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مقيمة في هذا البلد وقد توفي زوجها وتريد أن تسافر لبلدها وهي الآن في العدة ولا يوجد لديها محرم ولم يعد عندها نفقة نظرا لوفاة زوجها إلا ما يبذله لها أهل الخير. السؤال: هل لها أن تسافر لوحدها عائدة لبلدها أم تبقى حتى انتهاء الإحداث؟ ما دام أهل الخير يقومون بمساعدتها وكفايتها فإنها تبقى حتى تنتهي العدة، وإن لم تستطع الإقامة فإنها تتصل بأحد محارمها أو يأتي ويذهب بها. نعم.